Verily Allah likes three things for you and He disapproves three things for you. He is pleased with you that you worship Him and associate nor anything with Him, that you hold fast the rope of Allah, and be not scattered, and He disapproves for you irrelevant talk, persistent questioning in the wasting of wealth. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا And in like manner we awakened them, after 309 years, that they might question one another, so that they might talk to one another. A speaker from among them, this is their chief and leader, Maximilian, Maximina, said, How long have ye tarried, in this cave after you slept? They said, We have tarried a day, and when they left the cave and saw that the sun did set yet, they said, Or some part of a day. Others, said, i.e. Maximilian, Your Lord best knoweth what ye have tarried, after you slept. Now send one of you, Iamblichus, Iamblica, with this your silver coin unto the city, of Ephesus, Aphsis, and let him see what food is purest there, the largest quantity, it is also said that this means, the best of bread and most lawful slaughtered meat, and bring you a supply thereof. Let him be courteous, when buying, and let no man, let no Magian, know of you, find out about you. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته
لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Say, O Muhammad, Allah is best aware how long they tarried after that. His is the invisible of the heavens and the earth, His is that which is hidden from the servants. How clear of sight is He and keen of hearing, so hear and know what I see and know about them and their matter. They have no protecting friend beside Him, they have no one to protect them beside Allah. It is also said that this means, the people of Mecca have no close one to benefit them against Allah's chastisement, and He mocketh none to share in His government, in His dominion of the unseen. And recite that which hath been revealed unto thee of the scripture of thy Lord, He says, recite to them the Quran, neither increasing nor decreasing anything from it. There is none who can change His words, and thou wilt find no refuge beside Him, beside Allah. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم
من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا الله. And his fruit was beset with destruction, his garden was destroyed, or, according to another reading, his wealth was destroyed. Then began he to wring his hands, out of regret, for all that he had spent upon it, upon the garden. It is also said that this means, upon all the fruits it contained, when, now, it was all ruined on its trellises, and to say, on the day of judgment, would that I had ascribed no partner to my Lord, would that I had ascribed no idols to my Lord. And he had no troop of men to help him as against Allah, i.e. against Allah's punishment, nor could he save himself, from Allah's punishment. In this case is protection only from Allah, i.e. on the day of judgment, dominion and sovereignty belong only to Allah, the true, the just. He is best for reward, he is the best of those who reward, and best for consequence, and the one who gives the best outcome.